نستقبل الآن مشاهدين أحد المشاركات معاكم في عدسة ديرتنا عن شلال حمد. هو مجرى مائي على طريق الملك فهد في الباحة تشكل نتيجة للأمطار اللي شهدتها المنطقة وشكلت مجرى مائي امتد لمئات الأمتار وينتهي بهذا الشلال. نشوف معكم هذه المشاركة وبعد ستصور عبد العزيز النوفل. عبد العزيز النوفل على هذه المشاركة المميزة. ولكم دائما مشاهدينا وحبايبنا الباب مفتوح، نستقبل منكم هذه المشاركات الخلابة اللي تزين ديرتنا أكثر وأكثر عبر هاشتاق البرنامج في منصة إكس.